بجد راجل زي ده يستاهل ان انت تحبيه. سلام عليك. وعليكم السلام يا حبيبي. رايك ايه في حلقه النهارده؟ انت النهارده خليت راسي في السما. انت على طول راسك في السما. طب خد، ماما عايزه اتكلمك. هاتيها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يحميك ويكرمك ويقويك في الحق كمان. اشكرك يا دكتور. بص، انا كنت خايفه من جوازك من اسم، بس بعد اللي انت قلته النهارده انت تشرف اي حد يناسبك. شرف ليا يا دكتور. بتشد السماعه مني بنت. هاتيها. يوسف. نعم. انا بحبه. انت يرضيك التجاوز ده يا شيخ وجدي؟ تجاوز ايه؟ الراجل ما خصش حد. وصفه لينا وللي يشبهنا بالمتنطعين ده مش تجاوز يا مولانا. هو حدد حد ده، اتكلم في العموم. بعد اذنكم يا جماعه، يا مولانا انت اكتر واحد عارف يوسف وعارف تاثيره على الشباب العادي والمغيب، وهو اللي ابتدى والبادي اصلا. هو اللي ابتدى برضه يا شيخ حسن؟ هو اللي عمل حلقه كامله عن زوجته المستقبلية وقال فيها كلام أقل ما يمكن أن يقال إنه كلام أهاوي؟ مش أنت اللي ادتني الأمر يا مولانا؟ ادتك الأمر إنك تحاسب الفساد، ترد على المنطق بالمنطق، واللي زاد وغطى الصورة اللي أنت نشرتها. أنت معانا ولا معايا يا سيدنا؟ أنا مع الحق. والنار اللي أنتوا بتحاولوا تولعوها دي أنتوا أول ناس هتحرقوا بيها. ليه كده يا شيخ وجدي؟ ده الشيخ بتاعنا مكلمك وموصيك علينا. ما انا عشان كده بقول حرام عليكم اللي بتعملوه. روحوا ضمانكم، الناس مش مستحمله والبلد هتروح في 60 داهيه. وحق يا مولانا، والكلام السخيف اللي قالوا عليا ومراتي اللي خلاني اطلقها غصب عني ده كلام عائلي يترد عليه بينا وبين بعض، ما يتردش عليه قدام الناس. انسه وشرفته. تسلم يا عمي على الكلام اللي قلته. انت سمعت كلامنا ولا ايه؟ صوتك كان فيه غضبه الحق. بيني وبينك يوسف قال كلام كتير قوي انا مش موافق عليه، بس المنطق اترد عليه بالمنطق مش بقله الادب. وفي يا جماعه، هو شيخ وجدي ماله النهارده؟ هو طول عمره بيحب يوسف اللي بيفضله عليا، ومهما حاولت اعمل مفيش فايده. يحبه ويكرهه، مادام مش معانا يبقى علينا. خلونا في يوسف. ده خلوه عليا، بس الحمايه عليكم انتوا. يا شيخ حسن، انت بقيت واحد مننا خلاص، ومش هننسى لك خدماتك دي ابدا. ربنا يديم المعروف ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يوسف اخوكي ده انا مش قادر افهمه. ازاي يطلع في التلفزيون يقول لواحده بحبك في موقف شجاع وجريء يتحسبني ويمنعك ان انت تحبي، وكمان لما يعرف ان انت اتجوزتي يعاديكي؟ يا تيمور، يوسف شخصيه مركبه ومش سهله. هو شال مسؤوليتنا من هو صغير واشتغل كل حاجه عشان يصرف على البيت وفي نفس الوقت يدرس، ومن كتر خوفه علينا وصل انه بقى متطرف حتى في علاقته بينا. وفجاه كل ده اتفك. اخت جوزها اتجوز عليها واتطلقت، والتانية راح اتجوزت اصلا من غير ما تقول. واب علاقته بيه غريبه، بيظهر في الصوره فجاه ويختفي برضه فجاه، وهو مع كل ده بيحاول يتغير ويعيد تركيبه حياته. انا بصراحه صعبان عليا. انت عارف يوسف اخوكي ده ينفع شخصيه دراميه هايله، البطل الدرامي زي ما الكتاب بيقول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلوا يا جماعه. دي بقى يا ستي اسراء. اهلا، ازيك يا اسراء؟ انا سمعت عنك كتير قوي. اهلا بيكي، منور المكان كله. ميرسي، منور بيكو. دي بقى الدراع اليمين، عارفه عني كل حاجه، كل صغيره وكبيره، من اول الموقع بتاعي لحد اصغر قريه في الصعيد وبحري من ساعتها. ربنا يجعله في ميزان حسناتها. ربنا يخليكي. متشكره يا استاذه اسلام. ميرسي. اتفضلي. اتفضلي. منين؟ ايه رايك في ذوقي بقى؟ حلو ولا نص نص؟ حلو قوي يا يوسف. اتفضل. حلو بيك المكتب. اسمعي ايه بقى؟ اسمع حاجه على ذوقك. فيروز مثلا؟
قولي لي بقى طلباتك ايه ولا اسال ماما؟ طلبات ايه وتسال ماما في ايه؟ يعني المهر والشبكه واخر الصداق. تحبي تعيشي معانا في الفيلا ولا نجيب شقه؟ واحده واحده عليا يا يوسف، ايه الكلام ده؟ خير والبر عاجله. ايوه بس ده كلام كتير قوي، شبكه ومهر ومؤخر. حقك الشرع يا بنت الناس. يعني جايبني مكتبك الحلو ده وبتسمعني فيروز، وبدل ما تقولي كلمتين حلوين تقولي حقك الشرعي؟ ماليش دعوه يا استاذ، عايز تقول الكلام الغلس ده قوله لماما، انا عايز اسمع كلام تاني. السلام عليكم يا خديجه. وعليكم السلام ورحمه الله. ولو اني زعلان منك بس ما اقدرش ما اكلمكيش. زعلان مني ليه بس؟ يعني تقفلي السكه في وشي وما ترديش عليا، مش عايزاني ابقى زعلان. بصراحه انا عمري في حياتي ما كلمت راجل غريب على التليفون. بس انا مش غريبه خديجه. سليمان بيه، انت عايز الحق ولا ابن عمك؟ لا الحق. انت غريب عني والدين بيقول كده. طيب يا ستي، ما انا عايز ما بقاش غريب عنك وعايز اتجوز على سنه الله ورسوله. غلطت في ايه انا؟ الغلط عندي انا بصراحه كده، في حاله ما تسمحليش حتى بالتفكير خطوه في النهارده. في دي عندك حق، انا كان لازم اديكي فرصه تاخدي نفسك، وده اللي انا هعمله فعلا. بس اعذريني، انا صعب جدا كنت الاقي حد زيك. انا مقدره شعورك ده وسعيده دي، وانا مش عايز غير الكلمتين دول. من فضلك تسمحي لي اكلمك من وقت للتاني؟ طيب نتفرج على حلقه حسن ونتكلم تاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه ده؟ بعد الرد اللي سمعتوه مني عن الحق الذي يراد به باطل، وبسؤال الاخ الداعيه عن الافضليه بين الرجال والنساء في الاسلام، وضرب الامثال اللي بتاخد نص الكلام وتسيب نصه، هكلمكم شويه عن الاخ ده اللي لابس دلوقتي بدله الثوري وبيدافع عن حقوق المراه. انا مش قادره اصدق اللي بسمعه ده. ماشي ورا الست ده، احنا كده المفروض نهني خديجه انها خلصت من راجل زي ده. تعال نشوف مع بعض الفيديو ده. ده مشروع افتتحوا الدعايه عليك يا حسن اكتر من سنه ونص. هي وصلت للدرجه دي؟ مفيش حاجه حصلت ولا حاجه. شكك في ذمتي؟ الفلوس بقى اللي اتلمت على حسه راحت فين؟ ما نعرفش نصيبه منها كام؟ نشوف هيقول ايه. الله اعلم. دلوقتي واحنا بنستنى الاجابات. الحقيقه لا مش الحقيقه، في مشروع النصب الحقيقه ان انا اللي جبت الناس دول ليوسف وضغطت عليه عشان يتعاون معاهم. مش معنى الناس اللي لمت تبرعات على حسه وهربت. المهم نستخدم كل اللي عندنا في الحرب دي. انا بطالب المسؤولين دلوقتي ان هم يحققوا في الموضوع ده على الهواء. انت ايه اللي غيرك قوي كده؟ اما بالنسبه للمفاجاه اللي انا كلمتكم عليها في اول الحلقه، فانا بقول لكم ان هي عباره عن صوره هنتكلم عنها بس بعد الفاصل.